أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير للشيخ عبد الهادي أونج رئيس الحزب الإسلامي في ماليزيا، وكذلك للأخ رئيس مؤسسة مسلم كير الحاج ذو الكفل وهجان، وكذلك بقية الأعضاء الحاج جوهري والأستاذ أحمد شكري والدكتور رضوان محمد نور على ما يقدمونه من دعم متواصل لأهلهم ولإخوانهم على أرض غزة وفي فلسطين وفي خارج أرض فلسطين. أتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من فضله وأن يتقبل منهم، وأدعوهم إلى المزيد وإلى استمرار هذا الدعم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.